في مدينة مأرب تم إشهار الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين من منتسبي الجيش والأمن والمقاومة. بيان الإشهار قال إن الرابطة تهدف إلى متابعة حقوق الجرحى المتعثرة نتيجة الإهمال الحكومي وتراكم الإشكاليات والمظالم والتنكر لحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، ومنها حق العلاج والراتب وغيرها من الحقوق التي تلامس احتياجهم اليومي. وقالت الرابطة إنها تسعى إلى العمل على تعزيز المشاركة المجتمعية في رعاية المعاقين من خلال إلحاقهم بسوق العمل ودمجهم في المجتمع وإشراك المنظمات الداعمة لمعاقي الحرب في مسار الدعم والتأهيل. نحن اليوم في صدد افتتاح حفل إشهار الرابطة الوطنية التي تم تأسيسها بالتوجيه من الفريق الركن الصغير حمود بن عزيز وبالتنسيق مع السلطة المحلية. طبعا الرابطة الوطنية لها أهداف كبيرة، سوف تتجه بمطالبة حقوق الجرحى الوطني سواء كانت مجلس القيادة الرئاسي أو وزارة الدفاع أو السلطة المحلية، فنحن بمتابعة ترحيل الحالات المستعصية للعلاج في الخارج، توفير مراكز تأهيل وتدريب وإدماجهم في شريحة المجتمع لحتى أن يكون سواسية، توفير لهم مشاريع سبل العيش لتعيلهم هم وأسرهم، تأهيلهم في سوق العمل. أولا الهدف من إنشاء الرابطة هو في خدمة الجرحى لعيشة كريمة، والمراحل إن شاء الله المستقبلية لها هو المطالبة في توفير العلاج والسكن للجرحى الذي لا زالوا عالقين في مصر، والجرحى الذي لديهم سفر مستعجل وحالات من الحالات الصعبة، يعني مطلوب سفرها إلى الخارج. أفاد مصدر عسكري عن اختطاف مسلحين قبليين مسؤولا عسكريا في محور تعز العسكري أثناء مروره بطريق طور الباحة شمال غربي محافظة لحج. وطبقا للمصدر فإن مسلحين ينتمون إلى قبيلة المشامرة إحدى قبائل الصبيحة اختطفوا العقيد فؤاد شمسان الجلال المندوب المالي لمحور تعز أثناء مروره بطريق مديرية طور الباحة في طريقه إلى تعز. وبحسب المصدر فإن المسلحين القبليين احتجزوا شمسان كرهينة مدعين أن لديهم اثنين متهمين بتهريب البشر وتهم أخرى محجوزين لدى النيابة العامة في تعز. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا العقيد عبد الباسط البحر نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي لمحور تعز. سيادة البحر أهلا وسهلا بك، إذن ضعنا يعني في تفاصيل هذه الحادثة. أخي الكريم، هذه المجامع خارجة عن النظام والقانون وقامت باختطاف مسؤول في محور تعز وموظف عام وهو مع عائلته وفي طريق العام، عملية حرابة وعملية تقطع واختطاف غير أخلاقية وغير قانونية، وأيضا مع نسائه وأولاده، وهذه يعني عيب أسود كما يقولوا في العرف اليمني. نعم. طبعا يطالبوا ب عفوا الاختطاف تم ل اثنين من المهربين والمتاجرين بالبشر والمخدرات وانواع المهربات. نعم. وهؤلاء قضيتهم في النيابه العامه لدى القضاء، ليس لمحور تعز ولا للسلطات الامنيه والعسكريه ولا لابناء تعز اي علاقه بهذه القضيه، هذه قضيه يعني يختص بها القضاء. واذا كان لديهم اي قضيه على الاخ فؤاد شمسان يقدموا للقضاء طبيعي، يسلموا للنيابه العامه ما تم تسليم المهربين للنيابه العامه، والنيابه العامه والقضاء العام يصدر احكامه في حق الجميع. نعم. القانون والقضاء فوق الجميع، ونحن نحتكم للقضاء وللشارع وللقانون. نعم. وللعام. سيادة العقيد، نعم سيادة العقيد، نعم سيادة العقيد، ابتداء يعني ذكرت بأنه تم اختطاف يعني المسؤول العسكري مع عائلته، يعني هل اختطف لوحده أم يعني هنالك أحد من عائلته تم اختطافه أيضا، وأيضا هل تواصلتم مع عائلته مع زوجته، كان في طريقه مع زوجته في سيارة وتم اختطافه مع عائلته. نعم. هل تم التواصل مع يعني مع المسؤول العسكري؟ هل تطمنتم على صحته على حالته هو وأسرته؟
لم يسمحوا له بأي اتصال، وما نتلقى من معلومات هو عبر وسائل التواصل وما ينشروا من يعني تسريبات أو بيانات، لكننا خاطبنا كل الجهات الرسمية. نعم. تم مخاطبة رئاسة الجمهورية ومكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة وزارة الدفاع واللجنة الأمنية وزارة الداخلية ومحافظ لحج واللجنة الأمنية بلحج وكل المشايخ والقبائل وكل المسؤولين المحليين والعسكريين في هذه المناطق، بأنه الأخ كان يعني ماشي في الخط العام في الخط الأسود ويعني مع عائلته، ليس له أي علاقة أو جناية، ومن له أي تهمة أو شيء فليصل إلى القضاء، ليذهب إلى القضاء والقضاء سينصفه. ليس لمحضر تعز بالكامل علاقة بهذه القضية، هذه قضية يعني لدى النيابة العامة ولدى القضاء ولا علاقة لنا بها، ويعني القضاء سيقول كلمة عادلة في حق الجميع إن شاء الله. نعم، يعني هذه العصابة هل حددت يعني فترة زمنية لتحقيق مطالبها؟ والله ذكرت لك انه لا يوجد اي تواصل مباشر حتى الان، ولا يوجد اي اتصال، ولم يسمحوا بالاتصال بالاخ فؤاد تمثال ولا بعائلته حتى هذه اللحظات التي تحدثك فيها. نعم. ولكن لا زالت اللجنه الامنيه وقيادة المحور على تواصل وعلى انعقاد مستمر ومتابعه كافه التطورات في هذه القضيه لنعرف الى اين سنصل مع هؤلاء. نعم، شكرا لك العقيد عبد الباسط البحر نائب رئيس شعبه التوجيه المعنوي لمحوري تحرير.